السلام عليكم، مرحبا بكم كامل، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا في صحه جيده. الفيديو تاع اليوم راح يكون لتطبيقات الاخوات بالنسبه للحلويات المعسله. كنا قمنا في الحصه بنوعين، قمنا بالمقروض الشهداء وليسيغال منقشين. فاتت حصص ما شاء الله، يعني الفوج الصباحي او المسائي ما شاء الله، يعني اتقان وجو جد رائع وتنافس حلو بيناتهم. كما راكم تشوفوا دائما 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 نصور لكم تطبيقات فقط الاخوات، يعني كل ما نحط نعتركم كما هذا لي سيجار ولا المقرض الشهداء من تطبيق الحاضرات. طبعا كما راكم تشوفوا يعني اتقان ما شاء الله، شويه جاتهم صعيبه لكن حبه زوج صاي تقريبا خرجت يدهم الحمد لله. حاجه اللي تفرحني كي يخرجوا فرحانين من الحصه. كما راكم تشوفوا قسمت لكم الحبيبات، يعني في اخر الحصه لازم نقسم من كل نوع ويذوقوا، وفي الاخير في كل من كل نوع يديو حبه ويديوهم معاه في المنزل اكيد باش يعاودوا يطبقوا لبغاو يعاودوا تطبيق الحصه في المنزل اكيد. بالنسبه للتوضيع حبيباتي، كنت غلطت، احد الحاضرات نبهتني انه يوم الجمعه غلطت في التوقيت، يعني كي كتبت كان خطا كتابي. بالجمعه نبداو من الساعتين حتى للخمسه، من الساعتين حتى الخمسه ماشي من الساعتين للربعه، يعني اعتذر على الخطا، كان خطا كتابي هذا ما كان. والاخوات اللي بداو يسجلوا بيوم الاثنين والثلاثاء، ان شاء الله نبدا هذا الاسبوع لكنا ملحيين. الاثنين تعمر الفوج تاع، بدينا نعمره في الفوج تاع اثنين، راح يبداو مساء لكن مازال الفرطره الصباحيه لانه كاين بزاف ما ساعدتهمش. نحاول كيفاه، واللي بغاو يسجلوا بالثلاثاء كذلك مرحبا بكم، هذا هو. واللي بغيتوا اكثر تفاصيل ولا كيفاه كانوا يطبقوا دوك تحطوا لكم مريم بالتفصيل المفصل. السلام عليكم، في امان الله.